حديقه بتقدم ورش مجانيه وورش صناعه فخار وورش العاب سلم وتعبان وورش صناعه فوانيس. طبعا معايا جهات مشاركه كتير من الحديقه من الوزاره، معايا الهيئه العامه لاصول الثقافه، قطاع الفنون التشكيليه، معايا المجلس القومي للطفوله والامومه، معايا قطاع الفنون الشعبيه، معايا لجنه ثقافه الطفل بالمجلس الاعلى للثقافه. طبعا بنقدم على المسرح الصغير الصالون المبدع الصغير تحت رعايه حرم الرئيس، بنقدم برنامج حكواتي رمضان بالتعاون مع لجنه ثقافه الطفل بالمجلس الاعلى للثقافه. المسرح الكبير بنقدم تكريم مسيره شخصيه من الشخصيات الثقافيه في المجتمع، وصالون محبه الوطن اللي هو بالتعاون مع وزاره الاوقاف ووزاره الثقافه، وبنقدم فرق الهيئه العامه لاصول الثقافه، فرق متنوعه زي إلى للالات الشعبيه، فرق للطنوره، والسيرك القومي كمان بيعرض معايا كل يوم لمده ال 12 يوم عرض من قطاع الفنون الشعبيه، مسرحيه علي بابا برضو مستمره معايا لمده ال 12 يوم. احنا طبعا بننتظر رمضان من العام للعام، وعلى مدار 12 يوم بنحتفل معاكم بليالي رمضان تحت عنوان اهلا رمضان. السنه دي طبعا احنا عندنا مجموعه من البرامج المتميزه في الحديقه الثقافيه للاطفال بالسيده زينب، واللي بيقيمها المركز القومي لثقافه الطفل تحت رعايه السيده وزيره الثقافه الدكتوره نيفين كيلاني والاستاذ الدكتور هشام عزمي الامين العام للمجلس الاعلى للثقافه. احنا طبعا السنه دي عندنا مجموعه من الندوات والبرامج المهمه جدا، ومن بينها برنامج صالون في محبه الوطن، وهو صالون بيتكلم عن القيم الايجابيه التي يجب ان نبثها في اطفالنا بالتعاون مع وزاره الاوقاف المصريه. وفي كل لقاء بنجيب عالم من علمائنا مع كاتب او باحث او فنان يكلموا الاولاد عن قيمه من القيم الايجابيه وعن قيم الانتماء للوطن. كذلك عندنا برنامج في غايه في الاهميه انا بسميه برنامج الوفاء، وهو برنامج تكريم مسيره، واللي بنكرم فيه احد روادنا في مجال ثقافه الطفل من جيل السبعينات، ومن بين اللي كرمناهم الاستاذ مجدي نجيب بالاضافه للاستاذ محمد التهامي، الاستاذ ناجي شاكر، وغيرهم كتير، الاستاذ عفاف طباله، وغيرهم كتير من رواد ثقافه الطفل في مصر. وده شكر ليهم وعرفانا بالجميل والوفاء اللي بيقوموا بيه. هذا البرنامج بالتعاون مع لجنه فنون الطفل بالمجلس الاعلى للثقافه مع المركز القومي لثقافه الطفل. وطبعا ما ننساش الترفيه عن اطفالنا وعن الاسره المصريه من خلال كتير من اللقاءات مع الفرق الشعبيه والفرق المختلفه الغنائيه والاستعراضيه اللي موجوده معانا. احنا بنبقى سعداء طبعا بوجودكم معانا طول الوقت، وبنبقى سعداء بوجود هذا الجمهور اللي مش بس من داخل مصر ولكن ايضا من خارج مصر، لان الحديقه الثقافيه للاطفال مفتوحه للاطفال على ارض مصر من كل الجنسيات. الحقيقه انا سعدت جدا النهارده بوجودي في الحديقه الثقافيه في ليله من ليالي رمضان، اهلا رمضان، وانا بستمتع جدا بالانشطه اللي بتعملها الحديقه، وهي فيها تنوع غير عادي، وانا حاسه ان دي عباره عن يعني مناره في المكان، قد ايه المكان كان محتاج الكبار والصغيرين. يعني في دلوقتي انشاد الكبار متفاعلين معاه جدا، وحتى في الندوه بتاعت في حب الوطن اللي كانت عن الهويه كان الاطفال والكبار مبسوطين جدا وسعداء بالكلام اللي اتقال، وحتى عملنا اسئله وحوار لقيناهم متفاهمين، وما شاء الله ما شاء الله الوعي كان جميل قوي، اجاباتهم عن الاسئله في الحوار كانت مبشره ومتميزه. انا عندي كل الامل في شباب وفي اطفال مصر ان هم ان شاء الله هيكونوا زي ما بنامل، هيكونوا الثمار بتاعت كل حاجه حلوه بنزرعها فيهم.
اهم حاجه بحس ان المجتمع محتاجها دلوقتي مزيد من الاهتمام بكتابه الطفل، برغم ان الحمد لله عندنا دلوقتي طفره جميله في الكتاب للاطفال وفي كتب للاطفال، عندنا دور كتير جدا دلوقتي ما شاء الله مهتمه جدا بادب الطفل وتنوع الموضوعات. انا عاوزه يعني بتمنى ان احنا نكثف من نعمل تنميه ووعي عند الاطفال بالانتماء لوطنهم، حب الوطن. نفسي نركز في قصص على النقطة دي، لأن أنا ملاحظة أن يعني النقطة دي بعض الأحيان يعني مش بننساها، بتغيب شوية. عايزة أن أنا أخلي عقلهم يفكر، نفسي يبقى في أفكار تبعث على أنهم يتخيلوا ويبتكروا علشان يبقى الجيل الجاي مرتبط بوطنه لكن كمان عنده تطلع للمستقبل. نفسي الكتاب يبقى اجمل وسعره ارخص ومتوافر اكتر، وطبعا ما شاء الله دلوقتي في مكتبات كتير بتتواجد للاستعاره والثقافه والندوات، فانا سعيده جدا بكل الحاجات دي، واتمنى طبعا ان ده يزيد ويزيد، لان الطفل ده البذره اللي احنا بنحطها في عقله هتثمر وتثمر، وكل ما كانت بذرة حلوة وصالحة كل ما كانت الثمرة اللي هتبني مستقبل بلدنا وتنورها عظيمة ومثمرة. الحديقة الثقافية بحي ستنا السيدة زينب، هذا الحي العريق الذي يذكرنا دائما بآل البيت، عبق آل البيت، وآل البيت دائما كانوا بيحافظوا على الأوطان. النهاردة تكلمنا عن الثقافة وبناء الهوية. الهوية يعني إيه أساساً؟ الهوية يعني هو وجود في الأذهان، وجود بالبنان، وجود في الوجدان، وجود في الأكوان. ولما أتكلم على مصر الهوية الثقافية وبناء الهوية فيها، هذه البقعة المترامية الأطراف التي يعني هي المكان الوحيد الذي تجلى الله عز وجل فيه على العالم كله هو مصر. يعني هو هذا المكان الذي امتدحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى هنا في طور سيناء. وربنا سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الهوية تكلم عن أي شيء وخلفيته الثقافية. ربنا سبحانه وتعالى له صفات الجلال وصفات الكمال وصفات الجلال. أي مصطلح في أي مكان في العالم أو أي مصطلح له خلفية ثقافية. لما نيجي مصر، مصر لما غمت كده ألاقيها إن هي بتطل على البحر الأحمر من جهة الشرق، الغرب ليبيا، الشمال البحر المتوسط، الجنوب دولة السودان الشقيق. هذه البقعة لها خلفية ثقافية وهوية من القدم. يعني الإنسان الجينات بتاعته مكونة من حاجات كتيرة جدا بتضرب في أعماق التاريخ في يعني يقولون 7000 سنة، لا أنا بقول أكثر من كده، يمكن 15000 سنة أو أكثر من ذلك. الإنسان المصري القديم له هوية، الهوية بتاعته إيه؟ هوية دينية بأنه يعبد الله سبحانه وتعالى، وهوية ثقافية معاملاتية كان يحب الناس جميعا، منفتح على الناس جميعا، وكان يحب الجار. حتى يعني هتجد في على جدران المعابد القديمة إن الإنسان كان يحب جاره ويحب ماء النيل، وكان أساسا يعني بيحكموا على الليلة واسماء النيل بأحكام يعني كثيرة جدا حينما قرأت. فأنت المصري القديم له هوية ثقافية إلى أن جاء الإسلام. الإسلام عمل إيه بقى؟ يعني ارتبط ووقع ومدح هذه الصفات، لأن الصفات لا تتغير أبدا. الصدق عمره ما يتغير، إن هو من الصفات الممدوحة. الأمانة من الصفات الممدوحة، زمان ومكان وأحوال وأشخاص. المركز القومي لثقافة الطفل بيعمل برنامج مدهش في رمضان السنة دي، برنامج بيكرم الفنانين اللي هم رموز الإبداع الأدبي والفني اللي ارتبطوا في حياتهم بالطفل.
والنهارده كنا بنكرم الشاعر الكبير الراحل مجدي نجيب. مجدي نجيب مسيرة كبيرة من العطاء في أدب الطفل. مجدي نجيب مواليد 5 شهر 5 63 وتوفى في 15 فبراير اللي فات 24 88 سنة من الإبداع والإبداع للطفل. مجدي نجيب إسهاماته الكبيرة أولا إن هو من جيل الستينات وفي النص الثاني من القرن العشرين عمل زخم للأغنية المصرية غنى له عبد الحليم كامل الأوصاف وغاب القمر يا ابن عمي شادية وكتير جدا ونجاته وفايزة وكل المطربين لغاية محمد منير لغاية عماد عبد الحليم لغاية هاني شاكر كل المطربين الثلاث أجيال من الغناء العربي قدر مجدي نجيب يسيب بصمة واضحة في الأغنية المصرية. ثم اختفى فترة كده وبتجه للفن التشكيلي وهو ليه إسهامات كبيرة في الفن التشكيلي وليه معارض كتير جدا بتنافس الفنانين التشكيليين العالميين وما فيش مجلة عربية أو مجلة للطفل خاصة بالطفل ما أسهمش فيها. ومجدي نجيب في الفترة الأخيرة كان مركز على الرسم للطفل ولأنه هو واخد مبدأ أنه هو كان مجدي نجيب عنده مدرسة في الكتابة في الرسم للطفل والكتابة للطفل. مجدي نجيب مش شاعر بس، مجدي نجيب فنان تشكيلي كبير، مجدي نجيب كاتب غنائي، مجدي نجيب قدر في على مسيرة 88 سنة يسيب بصمات واضحة في الثقافة المصرية والعربية. مجدي نجيب المركز القومي لثقافة الطفل تحت برئاسة الفنان الكبير والمبدع محمد عبد الحافظ ناصف قدروا يحتفوا برموز أدب الطفل، برموز اللي كتبوا أو قدروا في الفترة الكبيرة دي إن هم يخدموا أو يسيبوا بصمة للطفل المصري وإن هم يساهموا بشكل كبير في وعي في نشر الوعي للطفل المصري. فالنهارده بنكرمه في ندوة، النهارده كانت ندوة كبيرة عن مجدي نجيب على المسرح الكبير في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب في رمضان. أنا بشيد بالبرنامج ده وباللي حاطينه وإن هم بيقدروا ببساطة ينتقم انتقاءات مدهشة وجميلة للناس اللي هي أسهمت بشكل كبير لتنمية أو حفر وعي أو وعي الطفل المصري. مجدي نجيب رحل عن دنيانا بس هو ما رحلش لأنه ساب إسهامات كبيرة جدا في الأغنية المصرية وساب إسهامات كبيرة يعني من دواوين وصاد الشتاء وأيام الزمن المنسي. سنة في ليالي رمضان الثقافية بنقدم السيرة الهلالية وبنقدم الفن الشعبي وبنقدم التراث، وأنا بجانب السيرة الهلالية والتراث أنا أصلا ملحن ومؤلف أغاني، يعني بكتب وبلحن لنفسي أغاني كتير. يعني قدمنا السيرة الهلالية النهاردة، طبعا معروفة السيرة الهلالية ملحبة كبيرة شعبية فيها أجزاء مجزأة من القصص تحتوي على مليون أو أكتر من مليون أو 2 مليون بيت شعر ما ينفعش يخلص فيهم أو في شهر، فإحنا بنحاول على قد ما نقدر في شهر رمضان أو في ليالي رمضان الثقافية كل يوم بنقول جزء معين وبنكمل السلسلة. وبجانب السيرة الهلالية بنقدم فقرة فن شعبي وموال وأغنية شعبية، وكنت كاتب حاجة برضو لشهر رمضان يعني أقولها يعني لحضراتكم، كل سنة وأنتم طيبين والسادة المشاهدين طبعا بخير وسعادة إن شاء الله.